أهلا بكم مشاهدينا من جديد في نقاش على المباشر. الأغنياء يواصلون جمع ثروتهم بدعم من الدولة والفقراء لتغطية العجز. معي مباشرة عبر الهاتف المحلل الاقتصادي الأستاذ كمان رزيق. نعم سيلتحق بنا بعد لحظات. أعود إلى ضيوفي الكرام. أستاذ حمانة، الكل يتساءل عن سياسة الدعم، عن السياسة الاجتماعية للدولة. الدولة تقول أنها تدعم أغلب المواد الاستهلاكية، لكن الآن مع انهيار أسعار البترول والأزمة المالية في الجزائر، بدأ مسار الدولة في السياسة الاجتماعية تحول من الدعم الكامل أو الدعم الكبير إلى الدعم مواد بعض المواد الأساسية ورفع الأسعار في مواد أخرى. ولكن المشكلة في الجزائر أنه الدعم على كل الفئات، يعني ما فيش فئات معينة تستاهل وفئات ما تستاهلش. كيس الحليب يشتريه الغني مثل ما يشتريه الفقير بنفس السعر. نتكلم على أغنياء أخذوا مشاريع من الدولة بصفقات تراضي أو بصفقات أو بمناقصات، ودعمتهم الدولة في مشاريع أو بأموال البنوك الجزائرية صنعوا ثروة لأنفسهم، ولكن اليوم لا تسمع لهم ولا ربما شيء متعلق بالتضامن أو مشاريع إرادية تطوعية لفائدة الدولة. لماذا هذا الإشكال؟ لماذا لا نصنف الفئات؟ لماذا لا نجعل ضريبة على الثروة؟ لماذا من يملك 1000 مليار ليس كمن يملك راتب من 18,000 دينار في الشهر؟ تفضل. شكرا أستاذ ياسر. أولا نتأسف أستاذ ياسر أنه أنا صراحة متألم كثير أنه الجزائر ما زالت أسيرة البورصة تاع البترول وتاع الغاز. الجزائر ما زالت تحت رحمة أسعار البرميل تاع البترول. الجزائر هي وتركيا كنا في التسعينات كنا في نفس المستوى، في السبعينات احنا وإيطاليا وإسبانيا كنا قرب بعضنا. أين نحن يا أستاذ ياسر؟ أين نحن؟ أين نحن؟ وبعدين لما نفشل في أنه نحرر الجزائر من الأسر هذا تاع البورصة تاع البترول تاع الغاز، من يدفع الثمن؟ يدفع الثمن المواطن البسيط لو سالاري، في حين أنه الناس اللي استفادت من الريع تاع الدولة، استفاد بصفقات، استفاد بكذا. نعرفوا الناس كانوا كونطابل في كوسيدار ولا ملياردير، واحد بوشي ولا ملياردير، واحد مانيش عارف، واحد كذا، ربي يزيدهم على كل حال اذا كان العمل تاعهم مشروع ربي يزيدهم. لكن بالمقابل هل الجزائريين ما عندهمش حق تاع باب التضامن انك انت تقدم ضريبه على الثروه تاعك، ولا نروحوا نقتطعوا الاجور تاع الموظفين؟ على بالك باللي المواطن الجزائري يعني تحت 50,000 دينار جزائري راهو راح يكون فقر مدقع. صدقني يا أستاذ ياسر، حتى أرباب المال راح يخسروا في القضية هذه تاع نقص القدرة الشرائية. تعرف علاش؟ لأنه لما تنقص القدرة الشرائية راح السلع نتاعهم راح تتكدس، راح يكون تضخم تاع السلع، راح تكون أزمة اقتصادية في البلد، وهذا الشيء اللي ننبه ليه. راح يكون لازم يكون الان لازم تحديد انه راح تكون، اسمح لي، تكون عداله اجتماعيه. العداله الاجتماعيه تكون عن طريق الثلاثيه، تكون الدار عقد وطني حقيقي، باكت سوسيال. الثلاثيه لا تريبارتيت هذه اللي هي مفروض تابعه تنطبقت على الاتفاقيه الدوليه لا كونفنسيون 144 اللي تعمل على انه الاحترام معايير الدوليه فيما يخص التسيير الديمقراطي الحكمي، الحكم الراشد، وبالمقابل ضمان الاستقرار الاجتماعي، يجي بعدين العقد الاجتماعي. لكن للاسف لا تريبارتيت، للاسف كاين تراجع على بعض الحريات الدستوريه بين الحريات النقابيه. لما تشوف لا تريبارتيت يعني هذا لا كوميسيون تاع الخبراء 2006 نبهوا الجزائر قالوا لها باللي كاين خلل فيما يخص لا تريبارتيت هذه الثلاثيه. علاه؟ اولا ما كانش اونكراج جريدي، ما كانش سند قانوني، لازم يكون الديكري بريزيدونسيال ولا اللي يحدد اي لا كومبوزيسيون اي لو فونكسيونمون اي لي اتريبيسيون تاع لا تريبارتيت، يعني التكوين تاع التشكيل تاعها لازم يكون متساوي الاعضاء. مش عندك الحكومه وثمانية ارباب المال في حين عندنا اقتصاد جنيني ان ايكونومي امبريونير، وبالمقابل يجي تاع النقابه من حزب الواحد وهي ما زالت نقابه، في حين اين هم النقابيين تاع الاطباء؟ اين هم تاع ممارسي الصحه؟ اين هم النقابيين تاع النقابات تاع التعليم تاع يعني من الصف الاصليه مش يعني منا وفينا يعني احنا يا استاذ ياسر حان الوقت انه نسير البلد،
نسير البلد بحكم راشد، الحكم الراشد هذا لازم يكون احترام الاليات والقواعد الديمقراطيه. على كل نشوف بالنسبه للكلمه والسؤال تاعك هو الدعم الاجتماعي. في اول خرجاتنا من 2012 لما دخلنا للبرلمان كنا نقول ان الدعم الاجتماعي لازم يروح لمحتاجيه، ما يمكنش ان الدوله تبقى تدعم الجميع بصفه واحده. قلنا لازم خلق بطاقيه وطنيه، وهذه البطاقيه الوطنيه شكون اللي يخلقها؟ تبدا من جمعيه الاحياء والمنتخبين المحليين اللي يعرفوا الناس ويصنفوا شكون هو الفقير وشكون هو المحتاج. قد نخفق في البطاقية هذه في 10% أو 20% ولكن نستفيد 80%. ما يمكنش باللي في قانون المالية 2017 هذه خصصت 1630 مليار دينار للدعم الاجتماعي اللي يروح عام، هذا غير مقبول. إضافة إلى النقطة الثانية اللي تكلمت عليها وهي مهمة، وهو التحصيل الضريبي والتهرب الضريبي للأثرياء من الجزائريين، وربي يزيدهم كما قال الأخ، ولكن التحصيل الضريبي اللي هو بملايير الدولارات. هذا مشكل من هنا؟ مشكل الدولة. مشكل المؤسسات الرقابية ومشكل المنظومة الضريبية في الجزائر اللي نادينا كثير من المرات أن يعاد النظر في المنظومة الضريبية حتى ندير تحصيل ضريبي. طيب. زيادة على هذا، الجزائر الآن محتاجة إلى أصحاب الثروات حتى يدفعوا الضريبة تاعهم، لأن الزوالي أو الإنسان الفقير اللي ما عندوش ما هوش قادر أنه يتضامن، لأنه هو بحاجة إلى تضامن. إذن هذا الأثرياء اللي استغلوا الأموال وربي يزيدهم، اليوم جاء الوقت أنه يورونا باللي يودي يحبوا الوطن هذا ويقدروا يساهموا ويتضامنوا مع البلاد هذه باش يخرجوها. نروحوا نسكم الرزق ونرجع لكم. المحلل الاقتصادي معي مباشرة على الهاتف. مساء الخير أستاذ. بداية نحن نناقش قضية الأغنياء وجمعهم للثروة باسم دعم الدولة، والفقراء الذين يغطون عجز الدولة عن طريق الضرائب المستمرة والمثقلة لكاهلهم من خلال رفع أسعار الوقود، الفاتورات الكهرباء والغاز وما إلى ذلك. القائمة طويلة. حتى الأسعار اليوم هناك اتهامات بين اتحاد التجار وبين المستوردين، كل واحد يقول لك هو من رفع السعر، هو من احتكر. المهم في نهاية المطاف المواطن من يدفع الثمن. هل تعتقد أن سياسة الدعم والسياسة الاجتماعية للدولة من بين فقير وغني هي سياسة عادلة تحقق العدالة الاجتماعية وتعطي للفقير حقه ولا تبخسه حقه، وأن يعيش عيشة كريمة ومعزز مكرم، وتعطي للغني أيضا حقه ولكن ليس على حساب المواطن البسيط والفقير؟ اولا مساء الخير ورحب بك والزملاء الموجودين معك في البلاطه، واشكرك على الاستضافه. هو اكيد هذه المعضله احنا تحدثنا عليها كثير كثير، خاصه في قناتكم وتكلمنا عليها منذ سنوات، يعني نندد بهذا الدعم الغير يعني غير المحقق العداله، لانه في الاصل هو دعم موجه للاغنياء وليس للفقراء. لان عندما نروح نشوفه خاصه فيما يتعلق بالدعم الموجه للسلع الاستهلاكيه، نرى بان في الوقت اللي في ازمه الحليب تروح المقاهي تلقى عندهم بالمئة و150 و200 شكارة حليب، هما اللي يستفادوا من هذا الدعم. وغير ذلك يعني في تحويل للبودره، في تحويل للفارينه من طرف كثير من التجار. لذلك احنا تساءلنا كثير وقلنا لماذا الحكومه ساكته، لماذا الحكومه تنظر بان هذا الدعم الاصل الموجه للفقراء يذهب الى الاغنياء. لكن مع الأسف الشديد يعني فيه سكوت. وأنا اللوم الإخوة في البرلمان، يعني اللوم هم أشد اللوم، لأن كان المفروض أنهم يأخذوا مواقف، لأن فيه في المواقف السياسية هي الاستقالة، كان المفروض أنهم يقدموا الاستقالة ويعرضوا الحكومة أنها لم تستجب لهم. لكن مع الأسف الشديد أن في آخر عهدتهم يجوا يقولوا الدعم والدعم، هذا كلام يعني غير منطقي. لذلك فأعتقد بأن كل سياسة الدعم التي وجهت من طرف الدولة في السنوات الماضية إلا استفاد منها هم الأغنياء، ازدادوا ثراء وازدادوا ثراء فاحش على حساب المواطنين على حساب الزوالية. لذلك احنا طالبنا ومازلنا نطالب وسنطالب إلى آخر رمق بأن يعيد النظر في سياسة الدعم، الدعم العشوائي الشعبوي اللي يذهب إلى الأغنياء ويذهب إلى التجار، إلى دعم حقيقي موجه إلى الفقراء
يعني زيادة في أجورهم وتحرير الأسعار. الإشكال المطروح الآن يعني إحنا مدينة أو قمنا يعني إلى حد الآن الحكومة اتجهت إلى الحلول السهلة في معالجة مقاربة إيجاد حلول لتمويل ميزانيتها، وهي زيادة الضرائب الغير مباشرة على الفقراء والمساكين، يعني في قانون المالية ل 2016، في قانون المالية مشروع قانون المالية في 2017-21 إجراء ضريبي، وبالتالي فهذه يعني سياسة الهروب إلى الوراء وليس إلى الأمام، لأن الحكومة كان بيدها إجراءات كثيرة يمكن أنها تعالج بها هذه الاختلالات، خاصة فيما يتعلق. أنا عندما سمعت بأن الحكومة تنازلت على 10% وزراء، أنا لا أطلب منها أن تتنازل، مناش أمام باب تاع المسجد يتصدق على الفقراء والمساكين، أطلب من الحكومة أن تتخذ إجراء قانوني وهو فرض اقتطاع 10% ليس من الوزراء فقط، من جميع أصحاب الدخول المرتفعة سواء كانت في القطاع الإداري أو القطاع الاقتصادي الخاص ولا العمومي على الأقل لمدة 5 سنوات كضريبة تضامن. أيضا طلبنا ومازلنا نطالب، وقناتكم تشهد على ذلك، بأن طالبنا منذ سنوات أن آن الأوان هؤلاء الأثرياء أن يرجعوا جزء من الثروات التي اكتسبوها على ظهور الشعب، من خلال أنهم إما هم يأتوا ويتطوعوا، وهذا مستحيل أنه يقع مع الأسف الشديد في الجزائر. لذلك كان من أجدر على البرلمان أنه يجبر الحكومة، وكان من الأجدر الحكومة أنها على الأقل لا نقول نفرض عليهم ضرائب على نشاطهم، لأن النشاط نعم إحنا يهمنا ونستقطبوه ونطلو تحفيزات ونطلو دعم باش ما يروحوش الدول الأخرى، لكن على الأقل على الأرباح الصافية، أقول الأرباح الصافية، كان من الأجدر أن تفرض عليهم ضرائب تسمى على الأقل ضريبة التضامن لمدة 5 سنوات بين 10-20%، على الأقل يساعدوا هذا المجتمع، لأن في نهاية المطاف الثروة الآن يكتسبها هؤلاء الأغنياء، 80-90% من الثروة الموجودة في الجزائر هي بيدهم. يعني مع الأسف جديد نتجه شيئا فشيئا تصبح الجزائر هي برازيل إفريقيا، يعني اقتصاد قوي، فئة غنية جدا، غناء فاحش، وطبقة كبيرة من المجتمع تكون فقراء ومساكين. جميل جدا دكتور كمال رزيق، شكرا لك على هذه المداخلة الهاتفية. أقرأ بعض التعليقات للمشاهدين. مراد قلمين يقول: هل يوجد قانون أو آلية لمراقبة جمع الثروة، وهل يوجد قانون لحماية الطبقة الكادحة في الجزائر؟ هناك أخ آخر يقول عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك: التهرب الضريبي هو أحد أسباب الثراء. هناك مشارك آخر يقول أيضا في هذا الموضوع: لماذا لم تفرض الضريبة على الأموال؟ من لديه أكثر من شقة تفرض عليه ضريبة؟ من لديه مليار تفرض عليه ضريبة؟ يعني هذه إحدى المشاركات عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. كلمة أخيرة لك سي أحمد خليفة، ثم نجي عندك سي تفضل في أقل من دقيقة. شوف على كل، بنكون صراحة، كل التعليقات الإخوة صائبة 100%، لأن التهرب الضريبي والتحصيل الضريبي اللي راه برا بملايير الدولارات قد يكفي الدولة أو الحكومة كحل لعدم اللجوء للرسوم اللي دارتها في قانون المالية، ولكن الدولة دارت تقدمت بعشرة من في المئة برك في التحصيل الضريبي، ولكن هناك أموال كبيرة في التحصيل الضريبي، وهذا الغناء كما قالوا من جراء التهرب الضريبي اللي راه واقع، والمراقبة المؤسسات الرقابية ما زال ما يشتلعب دورها الحقيقي، لأن كرة تلعب دورها الحقيقي تعرف الأموال هذه وين راهي وتقدر تدير تحصيل ضريبي حقيقي. وفي الأخير نقول لك لازم منا يعاد النظر في المنظومة الضريبية في الجزائر. حمانة تفضل الوقت لك. شوف أخي ياسر، نشكر أقل من دقيقة صديقي سي رزيق يعني المدخر القيمة ولا الإخوان تاع الفيسبوك، لكن أنا واش نقول باللي حال الوقت أنه توقف المبريكولاج. والله ياسر لما تشوف قالك اقتطاع فرحة كبيرة، اقتطاع وزارة 10% من الرواتب تاعهم، كاين 32 وزير كيدير في العام المعدل تاع الراتب تاع 38 مليون طيح لك مليار و200 مليون، مليار يا استاذ ياسر، مليار في العام، مليار في العام، في حين انه احنا بزعنا دراهم هذا نتاع لونساج كي قلنا نتوقفوا ونديروا البيامي. راهي شوف الاقتصاد ما يقدر يقوم الا بالمؤسسات الصغيره والمتوسطه، لازم تلنا اكثر من 1,500,000 مؤسسه صغيره والمتوسطه، والاقتصاد الجزئي لازم الدوله تخلى عليه، عندها هي الاقتصاد الكلي، الاقتصاد الجزئي لي بيتيت مويان لي ميكرو انتربريز، هذا باش نكونوا واضحين، ولازم الكفاءات اللي يسيروا البلاد. شكرا لك. بركات البريكولاج. شكرا لك سي حمانه ابو شرمه، شكرا لك سي احمد خليفه، شكرا لك سي كمال رزيق، وشكرا لعزوز ميلوت، شكرا لكم انتم ايضا